رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وزي ما قلنا إننا في شهر مارس بنهتم جدا بالمرأة وبكل تفاصيلها. الحقيقة إنه في كتابات كتيرة جدا اهتمت بشؤون المرأة، تفاصيل حياتها، المشاكل اللي بتواجهها، الأزمات اللي مرت بيها، وده الحقيقة اللي بنسميه الأدب النسائي. علشان كده هينضم لنا عن طريق زوم الكاتبة استشاري العلاقات الأسرية والتحرر من الصدمات والمشاعر السلبية الأستاذة أسماء أبو الفتوح، واللي قررت إن روايتها تكون عبارة عن قصة واقعية من واقع الجلسات النفسية اللي عملتها علشان تقدر تساعد بيها القراء وتكتشف الأزمات اللي بتبتدي تمر بيها البنات أو السيدات بشكل عام. تبتدي منين في الحياة الزوجية، بتبتدي من الطفولة، أيا ما كانت إيه المشاكل أو إيه الأزمات اللي بتمر بيها. والحقيقة إنه أزمات النساء أحيانا بتكون مرتبطة بالسن، وده طبعا بيتم معالجته بشكل سليم. عملت رواية لطيفة جدا اسمها طفلة أربعينية، وهي فكرة ابتدتها الأستاذة أسماء من خلال مشاعر الستات وخصوصا المتزوجات اللي بيحسوا بالمسؤولية وأحيانا الانشغال وأحيانا التقصير. يعني في مشاكل كتير جدا ممكن تكون نفسية بتمر بيها أي سيدة. خلونا نرحب بالأستاذة أسماء الاستشاري في العلاقات الأسرية والتحرر من الصدمات والمشاعر السلبية. مساء الخير يا أستاذة أسماء، وأهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيكي. بما اننا طبعا في شهر المراه، كان مهم جدا ان احنا نقابل حضرتك علشان نقدر نتكلم من خلال روايتك الاخيره طفله اربعينيه عن الحقيقه او عن المشاكل اللي ممكن تكون بتمر بيها السيدات. كلمينا شويه عن الروايه وطفله اربعينيه، اسم مختلف تماما. هي حقيقه الروايه مش قصه طويله، لكن هي روايه واقعيه. يعني كان مهم جدا ان انا اتكلم عن الانثى في مجتمعاتنا العربيه اللي بتمر، يعني نقول بحاله من الصراع تقريبا من ساعه الولاده لحد ما بتوصل للمعاش، نقول لسن الستين، وهي في الصراع ده بتحاول ان هي تثبت جزء من حقوقها او تحاول انها تثبت ان وجهه نظرها صح. في حاله الصراع دي بتمر بمواقف سلبيه مواقف ايجابيه، بالتاكيد كل موقف فيهم بيأثر عليها نفسيا جدا. فبنلاقي مثلا سيدة أربعينية عندها مشاكل في حياتها، ويكون السبب الرئيسي للمشاكل اللي واجهتها وهي في السن ده أو قبليها بشوية هي مشاكل أو صدمات مرت بيها في مرحلة الطفولة. وده طبعا السبب الرئيسي لاختيار الاسم. يعني حبيت انه الاسم يكون بيمثل ده، بيمثل كل انثى هتمسك الكتاب هتلاقي فيه مشاهد ومواقف بتمسها حتى في سن الاربعين، متزوجه او غير متزوجه، ايا كانت حياتها هتلاقي قصه من القصص بتاعتها موجوده جوه الكتاب. نماذج القصص اللي حضرتك ذكرتيها وكتبتيها في الرواية هي نماذج قصص حقيقية وكلها قصص واقعية. كلميني شوية عنها، وكلميني عن إيه اللي شدك في القصص الواقعية اللي حبيتي تفيدي بيها القراء وحبيتي يعني تحاولي تساعديهم من خلال روايتك. هي في الحقيقة إنه كلنا كسيدات يعني بيبقى عندنا مشاهد مختلفة جدا ومواقف مختلفة في حياتنا بتأثر علينا طبعًا بشكل مختلف. إمتى بقى بتطلع ده؟ بيطلع في 30، بيطلع في 40، بيطلع في وقت معين بيبقى فيه مشكلة في الحاضر دلوقتي، بس سببها سبب الرئيسي من الماضي ومن الطفولة. المشاهد اللي أنا والمواقف والأحداث اللي أنا رويتها في الرواية دي أحداث واقعية موجودة فعلا. حبيت إنه كل واحدة تقرأ الرواية تلاقي المشكلة وتلاقي الحل فيها، يعني ينور لها طريق كده يساعدها إنها تحط نفسها على أول الطريق إنها توصل بحياتها لبر الأمان وبمشاعر أفضل وبأفكار إيجابية أفضل. إيه أكتر المشاكل اللي بتواجهها السيدات أو البنات من وجهة نظر حضرتك؟ وإيه أكتر المشاكل اللي حضرتك حبيتي تتكلمي عنها من خلال القصص الواقعية اللي كتبتيها في روايتك؟ يعني ايه المشاكل، ايه المشاكل اللي بتواجههم؟ يعني خلينا نقول ان احنا هنتكلم بوجهه نظر عامه كده. يعني لو بنتكلم على بنوته او بنتكلم على ست متزوجه، كلها المواقف اللي بتمر بتكون نتيجه انه يمكن اوقات كتيره ما تمسكتش برأي هي عايزاه، اوقات كتيره ما قالتش رأيها بوضوح، قارنت نفسها بناس آخرين، ما حطتش حدود مع أقرب الناس ليها، حصل عندها كبت في مشاعرها في مرحلة الطفولة. كل الحاجات دي بتأثر عليها، ولذلك أنا حاولت بشكل
بشكل أو آخر في خلال الاستشارات اللي أنا حطيتها يعني من واقع أحداث وقصة في الرواية، إن أنا أوضح كل السيدات تقريبا معظم السيدات بتمر بيه في حياتها وبتقف عنده، بتبقى أنا مش عارفة ليه حصل لي ده دلوقتي، لا تعالي أقول لك حصل لك ليه، حصل لك علشان كذا، حصل في الماضي اتحطيتي تحت ضغط كذا، دخلتي نفسك في دايرة فظيعة. احنا عندنا سيدات في مجتمعاتنا العربية شايلين الشيلة كلها طبعا كلها طبعا يعني، وده طبعا بيحط لود رهيب جدا، مش مطلوب منك تعملي ده، طبعا مش مطلوب منك تعيطي على حاجات عملتيها واتظلمتي وانتي بتعمليها، او تعيطي على حاجات ما عملتيهاش اي وعدى وقتها. يعني المطلوب من كل سيدة انها تستمتع بالوقت والمرحلة والسن اللي هي فيه، هم على قد ما تقدر تحط الحدود بتاعتها، على قد ما تقدر ما تقارنش نفسها باللي حواليها، ما تجلدش ذاتها، وتكون كمان متعافية تلجأ لحد متخصص. يعني طبعا دلوقتي طفرة الوعي للسيدات بقت أفضل كتير من زمان، يعني في خلال نقول ال5 سنين اللي فاتوا السيدات عندها وعي إنها بتوصل لأزمة، أنا محتاجة حد يساعدني. طبعا مع احترامي لكل الدكاترة النفسيين، دلوقتي بقى طبعا موجود استشاري نفسي، بقى موجود معالج نفسي، استشاري علاقات طبعا أسرية، طبعا بيروحوا للأشخاص دي دلوقتي عشان نساعد إن نحل المشاكل قبل ما نوصل للانفجار، القنبلة أو المشكلة الفظيعة اللي نقول إحنا وصلنا لكده إزاي. مشاكل فده مهم المتزوجات جدا. تحديدا استاذه اسماء، يعني يهمني كمان اسمع عن مشاكل المتزوجات، في منهم مثلا حد تعرض لخيانه فبالتالي اتصدم صدمه كبيره، يعني مشاكل المتزوجات بصرف النظر عن اللي موجود عندهم من الطفوله، بس ايه المشاكل اللي ذكرتيها في الروايه ليها علاقه بالمتزوجات تحديدا؟ كان من أهم الحاجات اللي ذكرتها في الرواية مثلا الجزء الخاص بالاحتياج المادي، إنه الست تبقى تتوجع قوي في الجزئية بتاعت إنه الراجل يبقى متحكم فيها ماديا جدا، ايوه يبقى ذا سلطة، فهو طبعا أنا علشان أنا صاحب يعني القيادة المادية أو أنا صاحب السلطة المادية، طبعا وهو ده طبعا دوره، ده طبعا دور الرجل إن هو يبقى يعني القوام في الجزئية دي، لكن لازم مع الحفاظ على الجزئية الخاصة بالمرأة. فللأسف السيدات كتير يعني دي من أكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل، إنه هي بتبقى تماما معتمدة عليه، فلما يحصل خلل هنا هو كل حاجة، هي مش قادرة حتى إنها بالظبط تعبر عن العنف الجسدي أو العنف اللفظي، أو إنها تمشي أو إنها تبعد بسبب مشكلة الجزء المادي طبعا. ودي يمكن كانت برضو حتة اتذكرت في الرواية، إنه هي يعني البطلة اضطرت تكمل في شغل يمكن عمل عليها لود، يمكن شغل ما بتحبوش، يمكن ودي نماذج كتيرة جدا أنا طبعا بتعرض لها في الجلسات، يعني بتجيلي كارهة شغلها مش عايزة أكمل، بس ورايا التزامات، ورايا أنا لو قعدت مين هيعمل ده ومين هيعمل ده. طبعا فده مهم جدا، مهم انه السيدة المتزوجة تبقى عارفة انه حتى لو هي اشتغلت بغرض وبهدف انها تحقق جزء من قيمتها او تحقق هدف هي عايزاه، مهم جدا برضو هتساهم في البيت، طبعا ما فيش مشكلة في ده، بس طبعا بساهم بإيه؟ يعني لازم يكون القوامة الأولى للرجل مسؤول عن الأساسيات، وأنا المساهمات البسيطة، المساهمات اللي لو أنا جيت في يوم قلت أنا مش قادرة أكمل، أنا ايوه عايزة أقعد، أقدر أقعد براحة، ما أقدرش بقى أقول أقدر مين هيدفع كذا ومين هيدفع كذا، وأدخل في حتة الضغط النفسي دي. دي يمكن حاولتي انك اتفضلي. تطرحي بعض الحلول، يعني ما طرحتيش بس المشكلة انما كمان حاولتي انك تساعديهم ببعض الحلول لحل مشاكلهم. سريعا كده، ايه الحلول لاشكال المشاكل اللي حضرتك يعني عرضتيها في روايتك؟ بصي طبعا هي القصة كانت فيها أحداث كتيرة، يعني هيبقى صعب عليا دلوقتي أقول كل الحلول، مفهوم. بس خلينا نقول نصيحة إنه عامة قدمتيها. بالظبط هي النصيحة الأساسية لكل ست، إنها لازم تبقى عارفة إنها كامرأة مش مطلوب منها إنها تعمل كل شيء، ومش مطلوب إنها تقوم بالدور كله وتبقى هي بطلة الرواية، لا لازم الأدوار تبقى مقسمة، لازم تبقى عارفة إن كل سن أنا ليا فيه واجباتي طبعا وليا كمان في حقوقي اللي ناخدها من الطرف الآخر، ودي مهمة جدا، ايوه حتى حقوقنا وواجباتنا اتجاه أقرب الناس لينا، أهلنا، بابا وماما، الأخوات، كل الحاجات دي، الحدود مهمة جدا، إمتى أنا هبقى عاملة حدود مع الآخرين، إمتى أنا هبقى حاطة لنفسي هدف
في حياتي امشي وراه واحاول ادعبس عليه. يعني ناس سيدات كتير تقول لي الهدف هياخد جزء من الوقت، لا احنا اه عندنا الوقت مقسمينه يمكن في حاجات كتيره. لو انا خدت نص ساعه، كل ست او بنت خدت نص ساعه لنفسها في اليوم، على مدار الوقت هي هتنمي أكيد عقلها وهتنمي فكرها، هيبقى طبعا عندها هدفها، طبعا، استقلالها ومش المادي هتحس إن هي لحياتها. مستخدمة طول الوقت، على الأقل هتحس إنها بالظبط بتعمل أي حاجة لنفسها. أنا بشكر حضرتك أستاذة أسماء على وجودك معانا النهاردة عن طريق زوم، وأتمنى إن شاء الله إنك تنورينا في الاستوديو مرة تانية، استشاري العلاقات الأسرية والتحرر من الصدمات والمشاعر الأستاذة أسماء أبو الفتوح.